دي طريقة جديدة لعمل الكيكة؟ اسكت انت، هي دي المقادير اللي احنا بناكل بيها الكيكة يا اما؟ امال انت تأسست ازاي يا غبي؟ تأسس؟ اما يا اما هتعمل مزيكا، خليك هنا. شدي الضفار، شدي رباطها عصبيني، لو قادرة يا اما. اهلا 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 بيك يا ست الستات، منوره مكانك. اهلا اهلا بيك، القاهره منوره بيك يا ست نعيمه، اتفضلي. ثانك يو بلومي. نو 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 بلومي، اسمي بيومي. اوكي بلومي. بيومي. اوكي بلومي. ابو المعاطي فين؟ ابو المعاطي بياخد الشاور جيل بتاعه فوق. اي خدمه؟ فين الخيمه اللي انام فيها؟ خيمه؟ يا دي الحوسة، أنا بقول تطلعي دلوقتي تاخد الشاور جيلي بتاعك أنت كمان من تراب السفر وتنزلي. بلومي. بيومي. بلومي. بيومي. تراب سفر إيه بلومي؟ أنا كنت راكب طيارة مش حصان. ما هو ده سلوك بلدنا بقى، أي حد بيجي بالسفر أو مشوار طويل بنقول له يلا استحمى كده من تراب السفر. أوكي بلومي، هطلع لأبو المواطي فوق ونبقى نشوف الكلام بعدين. ماو 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 ماو. البلومي ايه؟ نعيمي بلومي دي حلوة قوي يا واد يا بلومي. والله يلاقي عليك يا واد. من ده بكرة وبكرة من ده بكرة ايه؟ يا لهوي بس يا واد انت وهو امشوا ربنا يفضحكم. ايه راجل انت عامل فيها كده ليه؟ مسكتها بتعمل ايه؟ ليه تفضح عرضها بالطريقه دي؟ معلش يا اختي معلش معلش والنبي معلش يا حلوه، انت منك لله، اعتبرها بنتك، اعتبرها مراتك ولا اختك، في ايه؟ ايه يا مره يا جاموسه انت اللي انت بتقولي ده؟ مر على دماغك وجاموسه ايه يا فحل باري يا حلوف كارف على خروف. امسك حد يا امسك امسكها له يا اخويا. يلا يا حبيبتي انت استثري كده، تعالى لي بقى هنا اهو، تعالى لي. انت عامله غير حاسي بس بقول لك ايه؟ حاسي بس بتفتري على دي؟ طب بفتري ايه؟ انا جزار. جزار ولا ابتاعهم انا مالي انا؟ انا هلم لك العيال، ولادي فين؟ يا زماره يا عسليه انتوا فين؟ يلا اتحرك بقى اتحرك. ايه يا حاجه في ايه؟ انا تعالى هنا اهو. انت فاكر نفسك حاجه بسيطه كده انهم هيعدوها لك؟ اهو زماره اضربوا يا زماره. مين اللي ضربك يا ام؟ دول مين اللي ضربك يا اما؟ دول. السلام عليكم. ما ردش السلام يا اما، مش هينفع امد ايدي على واحد ما بيردش السلام. بلانين ده انت خيب عليك وعلى خيبتك، اضربه برضه. اضربه يا اما اللي انت لابسه ده يا ابو مازن السوري. بقول لك ايه يا خلفه العره، انت مش نافع. عسليه ابني التاني الجدع بتاع الكاراتيه اضربه. بقول لك ايه يا اما، ما تغيريش الموضوع. طبخنا ايه النهارده؟ يا نهار اسود ومنيل، لا ده انا عندي رجاله بس هما بيسخنوا. اهدي بقى اهدي لو سمحتي. مساء الخير. عمرو سلمي محامي العيله ومسؤول عن كل الشؤون القانونيه اللي هنا في الحاره. اهلا يا اخويا. اهلا بيك، انا كنت بس عايز اكلمك. تعالى اقف بس هنا قول لي عايز ايه. انا عايز افهمك حاجه يا عم. اقف هنا بقول لك قول لي عايز ايه. انت عايز حد من ولادها صح؟ اه. تعالى يا سلام تعالى وريني ايدك اللي ضربت امي. وريني ايدك التانيه اللي ضربت امي. ولا احيي. انت هتستفاد ايه يعني لما تضربنا؟ اقول لك حاجه، الواد ده زي اخونا برضه. معلش ايه امي تعبانه شو ايه؟ تعبانه. انا مش تعبانه. انت سمعتني ازاي انا بقول شو؟ هتستفيد ايه لما تضربنا؟ حرام عليك التين اللي احنا غلابه يا اخي. امال تعبانه تعبانه. مش تعبانه مش تعبانه. يبقى خلاص بقى يلا بينا. انت يا ده انت بتزعل العيالي ليه؟ كتك اقوى مقويل. يلا عمرو وداهيه. يلا يلا ابو شكلك. وانت انت جون هو ده ما بيتحركش ليه ده؟ بقول لك ايه يا روحي حبيبتي يا ديري، انت مخطوبه؟ لا. متجوزه وتعولي؟ لا طبعا. ايه الريليشن شيب؟ انا اصلا مش مرتبطه يا مباهي. يا لهوي سنجل يعني عليكي؟ امال بتقضي وقت فراغك ازاي يا حبيبتي؟
هو انا يعني لازم ابقى مرتبطه عشان اعرف اقضي وقت فراغي؟ لا 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 لا، انت فيري كومبينيشن. كومبينيشن؟ الله يخرب بيتك، ده انت نسيتيني الكلام. يعني مرتبطه ولا مش مرتبطه؟ مش مرتبطه. يعني بايره. بايره؟ ايوه. مالك يا مباهي، جايبه لي عريس ولا ايه؟ عريس؟ كنت نفعت نفسي. صحيح، خطفت رجاله. على فكره انا متعود على صيد البط من وانا عندي 8 سنين، بس ما اعرفش ليه قلت معايا المره دي. معلش حبيبي، يمكن انت بقالك كتير مش تصطاد. هو انت كنت ازاي تصطاد وانت صغير؟ كنت احط الجلابيه في بقي واجري وراها في العش. ازاي حبيبي؟ انا مش فاهم. سيبك بقى من البط والوز وخليني في الغزال اللي قدامي ده. يلا نطلع فوق حبيبي. انا مالك ايه ده؟ انت رخيصه قوي. اكلمك تقولي لي يلا نطلع فوق. انا احب التمهيد، احب الهداوه. خديني بالتدريج. معلش حبيبي، انا كنت عايز الحق اشبع منك، انا مسافر بكره. بالسرعه دي؟ معلش، بابا كلمني علشان موسم الحلوف البري، لازم الحقه قبل ما يهاجر. الحلوف البري. طيب سافري بقى وسلمي لي على بابا، واستني هناك لغايه موسم البط المسكوفي. اوكي حبيبي، هطلع اجهز نفسي وانت ما تتاخر عليا. مو ورحمه الله وبركاته. الو، ايوه زوم. لا سقطت. ايوه زوم حبيبي، ايه الاخبار؟ رحت مع حموده؟ ايه لغى الموزز المكسيكي؟ ماشي مش مهم. جاب مصري ولا عمل ايه؟ لغى المصري. امال هيصور بايه؟ مش هيصور؟ مش هيصور ليه؟ اسهل اسهل ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ. وش امك فقر ده؟ خلاص كانت الفلوس هتلعب والعيال هتتنغنغ. اعمل ايه دلوقتي بس يا ربي؟ انا اتصرف.